البعثة تطرح مجموعة حلول، مجموعة تصورات لكيف يمكن الخروج من الأزمة. زي ما قلت لك أن دائما الحل الأسهل والأقرب هو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لكن اللي يضح في هذا الأمر هو البعثة. على الرغم أنا على يقين أن كثير من الليبية بلقاءات مباشرة، ويستطيع السيد حافظ يؤكد ذلك وإن لم أعلم يعني، ولكن نعم كثير من الأطراف، وأنا نفسي تحدثت مع أكثر المبعوثين من مجيئهم، إنكم أنتم بديتوا في بداية غلط، أنتم تحتاجوا لإعادة هيكلة العملية السياسية بالكامل، تربطوا المسار الدستوري بالمسار السياسي. يعني أنا أجيب لك مثل واحد بسيط وقاعد يتكرر إلى اليوم. اليوم يتحدث عن القاعدة السورية وموجودة، حتى لما صار التعديل الثاني عشر في الإعلان الدستوري كرروا نفس الخطأ. وهم الجميع يتحدث على أن انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية. وهم. كيف يمكن أن تحدث انتخابات؟ هي انتخابات واحدة لمرة واحدة، تحدث انتخابات وتعتقد أن هي تنهي لك المرحلة الانتقالية. رئيس المفوضية العليا السابق للانتخابات يصف ما تذهب إليه الأطراف السياسية بأنه وهم. صحيح. لأنه غير واقعي يا محمد. أنا أقول لك أنت لما تتكلم على انتخابات برلمانية ورئاسية، What's next؟ شو بعد ذلك؟ شو تبي تدير؟ انتخبت برلمان، والبرلمان استك في مرحلة جديدة كما استك البرلمان الحالي، وقعد لك 10-20 سنة، كيف تحتاج لحوار آخر مش تبي تعاود انتخابات؟ أو أنك أنت تبي تضع هيكلة جديدة للعملية السياسية بالكامل، بحيث تنتهي إلى الدستور، ولكن تعتقد أنك أنت تنتخب رئيس وتنتخب برلمان، وتظن أن البرلمان الجديد سيحرص على حل مسألة الدستورية أو حل الدستور. هذا وهم لسنين وسنين يعني. هذا وهم.